اخبار اليوم. Now translation. We have translation from English into Arabic and from Arabic into English. Number one, there are many advantages of the internet that show you the importance of this new medium. What I want to say is that internet changed our life in a positive way. طب نترجمها. دي بسيطة جدا على فكرة. طبعا ضرار يعني يوجد. يوجد العديد من المميزات للإنترنت. تظهر لنا أهميته كوسيط جديد. طبعا ميديوم هنا معناها وسيط. What I want to say, ما أود أن أقوله. شوف تعبير حتى لما تيجي باللغة العربية مش يقول ماذا أنا أريد أقوله. خلاص كده؟ ما أود أن أقوله. What I want to say. اللغة العربية عندك لازم كل ما تبقى فصحى حتى لو هي بعيدة عن المعنى نفسه، لكن هي في سياق المعنى. كل ما يبقى الراجل الماركر المصحح بيعرف انك انت فعلا بتاخد الجملة بالترجمة من الانجليزي العربي بعربي صح، فبيبقى متعاطف معك جدا انك انت كاتب عربي صح. ده مهم جدا انك انت تعرف الجزئية دي. So what I want to say، ما أود أن أقوله هو أن الإنترنت قد غير حياتنا بطريقة إيجابية. وكده يبقى الترجمة من انجليزي لعربي. تعالوا مع بعض كده نشوف الترجمة الثانية. الترجمة الثانية اللي هي من عربي from translate into English، يعني الترجمة الانجليزية، بتقول number one، زيادة الانتاج هو السبيل الوحيد للتغلب على مشاكلنا الاقتصادية الحالية. طيب زيادة الانتاج، انت لما تقول يعني انت هتبدأ لو بالفيرب صح كده؟ ها زيادة الانتاج. Increasing يعني يا جماعة زيادة. يبقى increasing production ماله is is ايه is the only method. يعني ايه الطريق الوحيد السبيل الوحيد. في حاجة عايز اقول لك عليها. بعض الطلبة لما جم سألوني يعني ايه كلمة سبيل يا مستر، اقول له هات مرادف الكلمة بالعربي. يعني ايه هات مرادف الكلمة بالعربي؟ يعني السبيل ده معناه ايه؟ ها بالسامع، السبيل ده مش معناه الطريق. يبقى خلاص، يبقى انت مش هترجم كلمة سبيل، انت هترجم كلمة ايه؟ الطريق او الطريقة. خلاص كده؟ فطبعا هنا لو قال كلمة ترو مثلا الطريق صح؟ اه صح. Is the only way هو الطريق الوحيد. Is the only way هو برضو way هو الطريق. يبقى increasing production is the only way للتغلب to overcome. ده تعبير to overcome. Overcome ايه؟ our current economical problems، يعني مشاكلنا مين؟ الاقتصادية. اوكي نمبر 2، المبدعون يساهمون في خلق عالم افضل في مختلف المجالات الحياتية. معلش في هنا ايه مربوط. المبدعون creators innovators. ده الاثنين innovation يعني معناه الابداع. فانت لما تقول creators او innovators الاثنين ايه صح. فالcreators مالهم بيعملوا ايه؟ contribute. يعني ايه contribute؟ بيسهموا in creating يعني ايه؟ في خلق a better world يعني ايه؟ عالم افضل in all life or different life domains. يعني ايه different life domains؟ في كل مختلف المجالات. لو انت عايز كلمة مجالات ممكن تقول sites. sites يعني ايه؟ جوانب الحياتية. عايز تقول كلمة fields صح. عايز تقول كلمة scopes صح. So please dear students don't think in one word is suitable for in translation. You can use many words but this is requires that you keep in heart as much as of words.